هذا السائل يسأل قل ما تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ما نقصت صدقة من مال وما تواضع عبد لله إلا رفعه وما زاد الله عز وجل عبدا بعفو إلا عزة. هذا بيان يعني انظر الأمر الذي ينظر أنه نقيضه لا عند الله ما نقص مال من صدقة. صدقة الله لا يخلفها في الدنيا على غير الأجل الأخرى. والنبي أقسم على هذا. والله تبارك وتعالى قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الراجح. فحديث النبي موافق لقول الله تبارك وتعالى وتفسير لقول الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه لا بد هذا. يعني أن الله تبارك وتعالى تعهد بأن كل ما أنفق العبد في سبيله من شيء لابد ان يجد له خلف بيته. فما نقص مال من صدقه. الصدقه لا تنقص في المال، واحد يتصدق ما تنقص مال، لابد ان الله تبارك وتعالى يرزقه بخلف لما تصدق به. ما نقص مال من صدقه. وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. العفو أن يعفو عن واحد سبه شتمه ظلمه يعفو عنه الله يزيد عزه يعني يعزه بهذا الأمر. الآية الثالثة وما تواضع عبد وما تواضع عبد إلا رفعه الله تبارك وتعالى. التواضع يرفع عند الله، يرفع في الدنيا والآخرة التواضع. أما التكبر لا، التكبر الله تبارك وتعالى يعني يعاقبه بنقيض خصله فيحتقر ويذل. واما بالتواضع لله تبارك وتعالى يرفع الله تبارك وتعالى رفع في الدنيا ورفع في الاخره.